مرحبا بكم إلى أخبار الجزائر، وهذه عناوينها. الجزائر ثاني أكبر مصدر للغاز للاتحاد الأوروبي، وحريق بسكيكدا يتلف مساحة 7 هكتارات، وتحديد 18 من أغسطس لانطلاق البطولة الوطنية المقبلة. كشف الخبير لدى منظمة أوبك وائل حامد عبد المعطي خريطة تدفق الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى دول الاتحاد الأوروبي، حيث أشارت البيانات إلى أن تدفقات الغاز الجزائرية جاءت في المرتبة الثانية بطلبيات بلغت 102 مليون متر مكعب يومياً بعد النرويج. قررت لجنة عمليات السياسة النقدية لبنك الجزائر الرفع من نسبة الاحتياطات الإلزامية من 1% إلى 3% ابتداء من 15 من أبريل 2023، إذ بلغت 66 مليار دولار فاصل 14 في نهاية مارس 2023، مقابل 60 مليار دولار فاصل 99 في نهاية ديسمبر 2022. أدى حريق شب بشواطئ المحجرة ببلدة سكيكدا إلى إتلاف مساحة 7 هكتارات مكونة من الأحراش وأشجار الصنوبر والزيتون. وبحسب مصالح الحماية المدنية فإن عمليات إخماد الحرائق دامت أكثر من 8 ساعات. تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من الإطاحة بعصابة تروج للمخدرات تتكون من 3 أشخاص مسبوقين قضائيا مع حجز 209 جرامات من المخدرات و119 قرصا من المؤثرات العقلية و6 أسلحة بيضاء محظورة من مختلف الأحجام والأنواع. استحوذت الجزائر على كامل الأسهم في شركة سترام المسيرة لتراموي الجزائر بعد شراء أسهم شركة RABT الفرنسية، والتي قررت الانسحاب شهر مارس الماضي لتدار الشركة لأول مرة بنسبة 100% من قبل فريق جزائري. حدد الاتحاد الجزائري لكرة القدم بالتشاور مع الرابطة المحترفة لكرة القدم موعد انطلاق الموسم الكروي 2023-2024، حيث تقرر أن تكون ضربة البداية يومي 18 و19 من أغسطس المقبل. لنهاية النشرة، إلى اللقاء.